الحمد لله رب العالمين، نحمدك يا مجيب السائلين، نحمدك يا قابل توب التائبين، نحمدك يا من لا يحمد على مكروه سواك، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة الكرام أجمعين ولتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقلا. صدق الله العظيم. أيها الأحبة في الله، حديثنا في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا يكون عن البنون، الأولاد، فلذات الأكباد، لنرى سويا كيف تتم معاملة الأبناء في هذه الأيام، وما هو التقصير الذي يكون من جانب الوالدين مع الأبناء، ولماذا يخرج الأبناء عاقين للآباء والأمهات. بداية، عندما يقول رب العزة جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالأبناء هم فلذات الأكباد، وهم الذين قال عنهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه خير رزق رزقتم به أبناؤكم. يبقى أفضل رزق ربنا اداهولك هو الأبناء أو البنات، ده أفضل رزق ربنا اداهولك. لا تقول لي فلوس ولا إمارات ولا وظائف، مفيش. أفضل رزق ربنا اداهولك الذرية الصالحة بتاعتك. اللي ربنا يبارك له يبارك له ذريته، ده أفضل رزق. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ايضا: حتى يعلمنا كيف تكون التربيه السليمه للابناء والبنات، اتقوا الله في ابنائكم وعدلوا بينهم، وفي روايه سووا بينهم في العقيده. طب الابناء والبنات دول اللي هم اصبحوا مسؤوليه في ايد الاب والام، ايه هو الاهمال اللي خلى الاولاد النهارده يطلعوا عاقين؟ لازم نحط ايدينا على الجرح علشان نعرف نداويه كويس. طب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يقول: لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على ابنائكم او اولادكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا ساعه من الله يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ما تدعوش على نفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم. ليه؟ أحسن فعل تكون في ساعة إجابة، لأن احنا قلنا في كل يوم ربنا مخبي ساعة للإجابة تطلب طول اليوم، في خلال 24 ساعة كل يوم في ساعة إجابة. ممكن تيجي في ساعة الإجابة دي تدعي على ابنك ولا بنتك، أبواب السماء تكون مفتوحة تصاب الابن أو البنت بالله وتحتك. ولما جه واحد لملك ابن دينار وشكى له ولده فقال له: أدعوت عليه؟ قال: نعم. قال: أنت الذي أفسدته. أنت دعيت عليه ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أموالكم ولا أولادكم ولا أنفسكم. بتدعوا على الواحد بيدعي على ابنه ليه؟ الست بتدعي على بنتها أو ابنها ليه؟ إيه السبب؟ إيه الداعي؟ أنت الذي تفسد الولد أو البنت بذاتك أو الزوجة تفسد الأولاد. طب المصطفى صلى الله عليه وسلم في البداية كده صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يوعد الشباب قال لهم: تنكح المرأة لأربع،
بالنسبة للولد أو الشاب من جاءه من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يبقى اخترنا زوج صالح، اخترنا زوجة صالحة، ربنا رزقنا بقى بالذرية الصالحة، نضيعها من إيدينا ولا نحافظ عليها؟ تعالوا نشوف إزاي نحافظ عليها مع بعض. ربنا بيكرم الإنسان بذرية. تبص تلاقي احنا بنتعامل مع الاولاد بطريقه تخلي الولد او البنت نفسهم يطلعوا عقليين. نضرب امثله مع بعض. بمجرد ما الولد يغلط او البنت تغلط قدام ابوها او امها يلاقي الكلام على وشه على طول. اول حاجه تعملها مع الولد او البنت اول ما يغلطوا والام برضه في البيت، اول ما بنتها تغلط بالكلام على وشها على طول. دي أول خطيئة بترتكبها بحق الأولاد. ليه؟ لأن الولد لما بيغلط أو البنت بتغلط، مين اللي هيصلح له الغلط لو أنت ما صلحتش الغلط؟ مين؟ لما الولد يغلط من الغلط ده بيتعلم الصح. لما بنتك بتغلط من الغلط أنت تعلمها الصح. لكن أول ما بيعمل غلط يلاقي الكلام على وشه. يلاقي الإجلام والضرب والشهاريك كل ده بيضعف من شخصية الولد أو البنت. لا يغلط زي كده تعالى خده وحاوله وخد وانت معاه في الكلام واعرف الغلط فيه وصلحوه. تيجي الأم عايزة تنام تعمل إيه للست بقى عشان تنام؟ يا إما تضرب الولد أو البنت عشان ما هي مش فاضية بكرة رايحة شغل. تضرب الولد أو البنت عشان يناموا. طب ما هو مش معاكم الأولاد يعملوا إيه؟ يخوفوهم بقى. نام احسن اوديك عند الدكتور، نام احسن اجيب لك الحمله، نام احسن امي الغوله جايه. كل ده بيضعف من شخصيه الولد او البنت. تبص تلاقي الولد او البنت بعد كده عندهم امراض وعندهم امور يعني حتى التمول الذي راضي وضعف الشخصيه. فالولد خايف كل ما يعمل حاجه اوعى تعمل دي، ان عملت كده هوديك لفلان. إن عملت كده هوديك لفلان، قلت لفلان جاهز أهي. طب ما هو الواد هيعمل إيه؟ أنت كده بتزرع فيه الخوف والرعب. أنت كده ما بتربيهوش. طب كل لو عملت كده تاني أنا مش هوديك مثلا الحديقة. طب تعمل دي علشان أجيب لك جايزة حلوة. يا ولد خلي بالك تذاكر عشان تعمل كذا. مصيبة، إحنا بنرتكب في حاجة يا ولد ما بنداويش. إحنا ما بنربيش، إحنا بنعاقب بس. مشكلتنا بنعاقب اولادنا لكن ما بنربيش العيال. لذلك العيال طبعا مش عارف حاجه خالص. هتلاقي الام النهارده قاعده في البيت وفاتحه لهم التلفزيون على قناه الاطفال ومريحه دماغها. مش اشكال ايه الكرتون شغال وقناه ما اعرفش شغاله بتاع الاطفال عشان تشتري دماغها عامله دين. طب ما البنت او الواد هيطلع عنده تبلد. هيحفظ الاغاني والاناشيد والكلام الفاضي. وهيفضل قدام الكرتون ده لما عندهم ضعف وما يشوفوش قدامه ولما تأمرهم مش هيسمعوه وخلاص. وانا عشان اريح دماغ من الواد او البنت افتح له قناه الاطفال دي واسيبه؟ طب ليه؟ ليه عاملين بنعمل في ولادنا كده؟ طب ما افضل لما الواد يسالك سؤال يا عم انا فاضيلك. البنت تسال امها سؤال، امها انا فاضيلك يا بنتي ده انا ورايا طبيخ ورايا غسيل ورايا مش عارف ايه. طب هيتكلموا مع مين؟ ابنك هيحاور مين؟ بنتك هتاخد وتدي مع مين؟ امها؟ طب مش عاوز سايبها مش فاضي. انت مش فاضي، العيال يعملوا ايه؟ يترموا في الشارع. ودي المصيبه اللي احنا بنعاني منها النهارده. تبص تلاقي الاب يزعل مع ابنه ويروح قافل الباب ويقول روح بات في الشارع. اللي كنت عندهم روح باب عندهم. ما انت بوظت وقت. هو الشارع احن على الوقت منك انت وامه؟ الشارع اللي انت رميته ولا الاصدقاء السوء اللي انت قلت له روح نام معاهم دول احن على الولد منك انت وامه؟ غلط. ده انا اقفل بالي واقعد انا ولاد واخد ودي معاهم. بنرتكب اخطاء. تبص تلاقي الولد والبنت قاعدين او الاولاد قاعدين وانت ماسك امهم، يا اما بتشتمها يا اما بتهزك يا اما بتجيب ايدك عليها. مفيش. طب الام لما تتهم ده ولادها هل ليها كرامه بعد كده؟ لما تشتم امه قدامه او تهين الام، طب ما الواد يطلع يشتم امه بعد كده. لما الضرب يسالك عن امه يقول
الولد او البنت مش يسمع كلام امه بعد كده. يبقى انت ضيعت الاسره كلها يا سيدي فيها نقاش بينك وبين مراتك واخواتكم وانتوا في موضه لوحديكم وانتوا خدوا مع بعضيكم انت ومراتك في بيت العيال. لكن مش قدام العيال بتعمل ده كله. دي الاخطاء اللي بنرتكبها في حق الاولاد واكثر. اما النهارده ابنك اللي يشوفك وانت بتكذب يعمل ايه؟ ابنك هيبقى صادق اول ما هيجي بيت بعد كده. لما بنتك تطلع وعارفاك عارفه ان امها بتكذب البنت هتطلع مين؟ هتطلع السيده مريم؟ ابدا. هتاخد من امها وابوها. هيعمل من الاب والام ويطلعوا كذابين. لما ابنك يشوفك ماسك سيجاره في ايده كده وهو بيشرب سجاير ما جرب زي ابويا ما مش معنى هو يشرب ولا ما يشربش. ما شوف فين الحلوه يا ابن طعمها حلو. وأهله مش هتشوف صعوبة السيجارة دي غير لما تشوف ابنك ماسكها فيها. مصيبتها لما تشوف ابنك ماسكها فيها. طب ليه؟ إيه الداعي يعني هي السيجارة دي هتطول عمري؟ مش هتطول عمري بس أنا غرست في ابني حاجة مش كويسة. غرست في ابني شيء عادة غير صحيحة بمرة. مش كده وبس. ده احنا النهارده لما بيحدث اي شيء بيننا وبين جيراننا تبص تلاقي الرب خلع قفلنا واللي عارف ايه وطلع مسك الشومه وطلع يتخانق في ده وفي ده وفي ده ويسيب يديك. طب ابنك هيعمل ايه؟ هيعمل زيك لو خلع الجلابيه زيك ويمسك برضه اللي بتاع ويطلع. لا فين التربيه اللي عايزين نربيها لعيالنا؟ فين الامور الطيبه اللي احنا عاوزين نوريها للعيال؟ قلت له يا ولد لما تقعد تاكل كده تاكل بينك اليمين قبل ما تنام تغسل سنانك تنظف سنانك كويس عشان خاطر سنانك ما تسوسش. قلت له قبل ما تنام تغسل ايدك عشان لما تلعب في عينك كده عينك ما تجيهاش اي حاجه خالص. قلت له اول ما تنام تشكر ربنا ولما تقوم من النوم تذكر ربنا. قلت له قبل ما تنام تتوضا وبعد ما تقوم من النوم تتوضا وصلي لك ركعتين لله. قلت له نام بدري علشان تقوم تصلي الفجر. علمت ابنك الصدق. علمت ابنك ازاي يحترم الكبير. ازاي يحترم امه، ازاي يحترم اخوه الكبير. علمت الولد انه يدخل المسجد. قلت له جبته في ايدك كده وبعته وقلت له تعالى نصلي كذا ونعمل كذا وتقف في الصف كذا وما تمشيش على الفرش بالجزمه بتاعتك وخلي بالك انت جامد تنظيف وتتاخر تعلم وكل ما يخطا تعلمه. الاخوه المسيحيين بياخدوا ولادهم معاهم في الكنايس علشان خاطر يعلموهم دين المسيحيه. انت هات ابنك في المسجد عشان يتعلم دين الاسلام. كل واحد عنده عيل صغير او واحده عندها بنتها صغيره يجيبوهم المسجد. لما مش المسجد مش هيحتضن الاولاد. الا مين اللي هيحتضنهم؟ بدل ما هم قاعدين في الشارع وبعد كده قاعدين قدام التمثيليات الفاضيه والكلام ده، هاتهم معاك هنا. ليه ما تجيبش وليه كل واحدة ما تجيبش بنتها معاها وكل واحدة ما تجيبش ابنه معاها؟ بنرتكب أخطاء رهيبة في حق الأولاد. تبص تلاقي الواحد قاعد في البيت أو الواحدة قاعدة في البيت بهدوم خليعة. أنت قاعدة في البيت قدام ابنك أو بنتك لازم تحترم نفسك في اللبس بتاعك. الولد أو البنت بيبصوا. الواحد يقول لك ده ابني يا عم ولا بنتي يعني مش إشكال يعني لا. راعي شعور الولد او شعور البنت. لازم تلبس ملابس قدام اولادك تظهر باحسن نظره. عشان بنتك تظهر قدام ابوها بنفس النظره. ما هي بنتك لما تشوف لابسه لبس خليعه كده قدامها هي برضه تدخل ابوها عادي. ما هتلبس زي برضه مش هتراعي شعور ابوها كمان. اخوها داخل كبير زي مش هتراعي شعور. لا شعور تبقى محترمه على نفسها. تعلم بنتها ازاي تلبس، ازاي تتصلي، ازاي لما يجي لها الحيض تعمل ايه؟ ازاي تتوضا؟ الام تكون مدرسه في البيت. كل الاخطاء اللي مرتكبينها ضد الاولاد دي خلت الاولاد طلعت حق لينا. علمت ابنك انه يحترم الكبير. ما لو ابنك ده احترم ابوه هيطلع ابنك شافك وانت بتحترم ابوك هيطلع يحترمك. لو شافك بتقبل ايد ابوك هيطلع يقبل ايدك. لو البنت شافت امها بتقبل ايدك انت كأب البنت هتقبل امها.
مش حد. قلت طب انا نفسي الاولاد الشباب اللي معاهم اولاد دول يشوفوا ابوهم وامه معاكم ازاي. لما يبقى معاك ابنك متزوج ومعاه اولاد نفسي ابنك ده يبص لك انت بتعامل ولاده هو ازاي. عاوز الشباب يتعلم من ابوه بيربي حفيده ازاي. يقول لك انا ربي ابني براحتي انا ابويا ما لا انا ربنا ابني براحتي. يا سيدي عمرك ما هتربي احسن من ابوك ولا احسن من امك. لازم كل واحد يبص ازاي ينمي ابنه تنميه اسلاميه. تنميه بكره وبعد يشيل ابوه فوق كتافه. لما تقعد بين العيال من الصغر ها بكره وبعد هيشوفك على الكتاف. اعدلوا بين اولادكم وسووا بينهم في العطيه. اصل الواد عشان الواد اصل البنت. قد الواد المراسي كله ما اديش البنت حاجه. زرعت فتنه بين العيال. كرهت العيال في بعض. خليت العيال تربح بعض. وانت السبب. انت اللي غرست فوق الكرب اصلا. اما ادي الواد اكتر من ده ولا ادي البنت وادي الواد ما اديش البنت واقول ده مش هيبني مين اللي هيورث فيا. هو انت هتشرع على ربنا يا اخي؟ هو انت هتعدل على ربنا؟ تموت العيال وتخلي العيال ينحروا بعض ويموتوا بعض وتبقى انت السبب ومش عاجبك كمان. مش عاجبك حكم ربنا. مش عدل ربنا. انت بتعدل على الحاكم العادي وتقول ازاي البنت تاخد؟ ازاي؟ تودي نفسك نار جهنم مع شريكك؟ يوم يفر المرء من اخيه وامه واريه وصاحبته وبنيه. كل واحد هيفر من الثاني. ابنك اللي عمال تكرمه شحنه وحرمته اخته ده بعد ما تموت مش هينفعك. سيدنا داوود قال ايه؟ قال اللهم اني اسالك اربعا واعوذ بك من اربعا. اللهم اني اسالك لسانا ذاكرا وعلما نافعا وجسدا صابرا وزوجه تعينني على امور ديني ودنياي واخرتي. واعوذ بك من اربع. اعوذ بك من اربع حاجات. ولد يكون علي سيدا. علي يقول بكره وبعد يبقى سيد علي. كلمه ما تجيبش علي. علي بكره وبعده ما اعرفش اكلمه وتبقى انت السبب. واعوذ بك من جار سوء ان راى حسنه كتمها وراى سيئه اذاعها. واعوذ بك من زوجه تشيبني قبل المشيب. واعوذ بك من مال يكون متعه لغيري ومثله علي. جمعت المال وفي الاخر اديت الواد ظلمت به التانيين هو يتمتع وانا اروح به نار جهنم. يبقى ما عدلتش بين العيال. يبقى عملت ايه؟ زرعت فتنه بين العيال. لذلك احنا بنقول يجب علينا نعلم العيال من الصغر. اول ما الواد يكبر تفعل وش عمك يا واد. خد العصايه واضرب امك. خد العصايه واضرب عمك بالشبشب وعلى امك. هو ده هو اللي اتعلمه للواد ده. هو ده اللي بنفرح كل واحد يبقى فرحان. والاكثر من كده ايه؟ البنت كمان ترقص وامها تطبل لها كمان. ده البنت بترقص رقص. ده الواد عليه شويه اغاني. تعال اسمع البنت بتغني ازاي. وابوها يطبل لها وامها تسكف لها والبنت ترقص وفرحانين بالبنت. ليه؟ بنفس اخلاقيات العيال من الصغر. وفي الاخر تقول العيال طلعوا عاقين. مين السبب في حقوق العيال؟ مين؟ جبت له ام كويسه؟ سميت الواد اسمه كويس او البنت اسمه كويس؟ علمتهم حاجه في الدين ولا سبتهم للهوى وسبتهم للشيطان والدنيا؟ قبل ما نسال العيال طلعوا عاقين ايه؟ اسال انت في الاول ربيتهم ازاي؟ نسأل المولى جل في علاه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يهبنا ذرية صالحة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد. قوموا إلى صلاتكم وارحموا.